شوية مش كتير يعني، عندي غيرة إلى حد ما بس مش الغيرة الأوفر، مش الغيرة المرضية يعني. أهلا، واضح. أنا درة. دوريتوس وبيتقال لي لغايه دلوقتي والله. بتوتر لما حد بيكون زعلان مني، حد قريب مني يعني بيكون زعلان، ببقى شويه مش عارفه اتصرف، ببقى عايزه دايما الناس القريبه مني ما تبقاش زعلانه. شويه مش كتير يعني، عندي غيرة إلى حد ما بس مش الغيرة الأوفر، مش الغيرة المرضية يعني. الشارع اللي ورانا وسجن النساء. متهيألي أكتر حاجة مجنونة لما عملت سكاي دايفنج، كانت مش سهلة برضو ان انا ارمي نفسي من الطيارة وكده يعني، عملتها من كام سنة في اسبانيا. لا مش سهل قوي اعيط يعني، انا كنت طول عمري دمعتي مش قريبة قوي، بس ليتلي مش عارفة ليه اخر كام سنة بقيت حساسة اكتر وبقيت ممكن اعيط بسهولة اكتر. الفيران بخاف من الفيران. لا ما بفكرش اتغلب عليها الحقيقه يعني، انا هفضل طول عمري اخاف من الفيران الحقيقه، ومش عايزه اتعود عليه ولا عايزه احبه ولا اي حاجه يعني، هي فوبيا يعني كده، ما بقدرش اشوفه يعني الفار. ايه لو حصل لي كسف جدا، لو مثلا انا كنت، لو انا على الريد كاربت بفستان مثلا فحصل حاجه، فستة باظت، حاجة حصلت يعني، ده ممكن اتكسف جدا يعني. أفضل نصيحة مش شرط يكون حد قالها لي يعني، ممكن أكون أنا استنتجتها أو عرفتها من الحياة أو من خبرتي في الحياة، إنه كل حد لازم يكون هو، ما يحاولش يكون حد تاني أو يحاول يكون شبه حد، هو لازم يكون شخصيته، يعرف مميزاته هو اللي خاصة بيه، اللي بتخليه يونيك، اللي بتعمل الايدنتيتي بتاعته ويكون هو مختلف. لأنك تحاول تقلد غيرك مش هتبقى متميز يعني، لازم تبقى أنت. ممكن تتأثر بحد تاني أو يبقى عندك حد ملهم بالنسبة لك، ولكن تكون برضو نفسك يعني. بصي أنا عامة يعني ما بكذبش قوي، بيبان عليا، لكن لو كذبة بيضة ساعات غصب عني ببقى عارفة. أنا عندي ذاكرة بتحفظ الوشوش قوي ولكن بتحفظش الأسماء قوي، فساعات ممكن حد يبقى عارفني وأنا أقول له إن أنا عارفاه وأنا مش فاكراه يعني، مش فاكرة اسمه خالص وكده، فهي دي اللي بتبقى شوية محرجة. بس كذبة كبيرة لا يعني، ما حصلش. شكرا، واضح.